وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ شاه قرداغي الباحث في الشأن العراقي، أهلا ومرحبا بك. تحياتي، أهلا بكم. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات بغداد زيد الساعدي، مرحبا به. أبدأ معك أستاذ شاه بداية في خضم يعني عودة نفس الصراع السياسي على المناصب الوزارية في إطار المحاصصة الطائفية، يعني هل سترى حكومة المرشح محمد توفيق علاوي النور في هذه الأيام القليلة المقبلة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة إلى الآن الصراع كبير جدا داخل الأطراف الشيعية وداخل الأطراف الشيعية مع السنية مع الكردية، هنا خلافات حقيقية. اليوم نسمع تلويحات من الأطراف السنية بالتوجه نحو الأقلمة ولتأسيس إقليم، لأنهم غير موافقين على تشكيلة علاوي الذي يريد من السنة والكرد أن يقدموا مرشحين مستقلين، بينما يأخذ مرشحي الأطراف الشيعية والميليشيات كما هي. نعم. يعني يريد أن يطبق مبدأ الكفاءة على أطراف ومبدأ المحاصصة على أطراف أخرى، وبالتالي إلى الآن يوجد خلافات كبيرة بينهم، لا يوجد أي أمل بأن يعني يتم معالجة هذه الخلافات، وبالتالي ليس من السهولة أن يتم تمرير هذه الكابينة، على الرغم من أنها طبعا مستمرة بالمحاصصة وهي لم تمس طريقة توزيع الحصص. يعني الآن الأطراف التي تعارض علاوي هي التي لم تحصل على وزارات ومكاسب، وليس لأجل تحقيق مطالب المتظاهرين، والأطراف التي تمدح علاوي وتريد أن يتم منحه فرصة لإثبات كفاءته هي الأطراف التي حصلت على وعود ومكاسب ومصالح. إذن الصراع الآن هناك بين هذه الطرفان الاثنان، وإلى الآن لم يتوضح الصورة هل سيتم إعطاؤه الشرعية من قبل البرلمان أم لا، لأنه إلى الآن الخلافات مستمرة، وهناك أيضا تلويحات من قبل آخر شيء من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال من الممكن أن نقاطع هذه الحكومة، يعني لا نشارك فيها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا. إذن إلى الآن الصراعات والمشاكل مستمرة، لأنه للأسف طريقة تشكيل هذه الحكومة كانت مماثلة ومشابهة لطريقة تشكيل الحكومات السابقة. يعني على الرغم من أن أبرز المطالبات كان بإنهاء مبدأ المحاصصة، إلا أن المبدأ المستمر إلى الآن وبشكل معاكس. يعني في هذه الحكومة أصبح هناك إيرادات خارجية أكبر عليها، مثل إرادة حزب الله اللبناني الذي أصبح واضحا تأثيره، وأيضا إرادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يريد فرض هذا المرشح على الشارع بالقوة وعلى باقي الأطراف، ويريد استفزازهم بالميليشيات التي عنده. هل يمكن أن نفهم من ما تفضلت به أن من قاموا بترشيح أو بتكليف محمد توفيق علاوي أدخلوا الطرفين سنة العملية السياسية وكرد العملية السياسية في مرحلة صراع لتخرج الصورة ربما بشكل طائفي؟ بلا شك الآن الطرفان الذي اتفقا على عادل عبد المهدي هما نفس الأطراف التي اتفقت على علاوي، يعني هادي العامري ومقتدى الصدر، ولكن الكفة مالت هذه المرة لمقتدى الصدر لأنه لوح بتحريك الشارع، وأيضا حصل على دعم إيراني بعدما شكل جبهة المقاومة الدولية لمحاربة أمريكا. هذه الأطراف الآن هناك محاولات إيرانية لدفع أطراف سنية وكردية الموالين لها ليشاركوا في الحكومة. هنا سوف يحصل انقسام داخلي بين السنة وبين الأكراد أيضا، جزء من الأكراد يشاركون وجزء يعارضون، وأيضا جزء من السنة يشاركون وجزء منهم يعارضون. طبعا الحكومة إذا تشكلت بهذه الصورة ستكون أضعف من الحكومات السابقة. لماذا؟ لأن الأطراف الكردية التي تحكم في إقليم كردستان العراق والأطراف السنية التي لديها نفوذ داخل المدن السنية لن تسمح لهذه الحكومة بأن يكون لديها تأثير على هذه المناطق، وبالتالي هي تقاطع الحكومة، وبالتالي هذه الحكومة سوف تكون حكومة عاجزة عن فرض سيادتها أو سلطتها على كافة الأراضي العراقية، وهي بالتالي ستكون أضعف من الحكومات السابقة، وستؤدي إلى إبراز نزاعات جديدة ليس فقط بين الطرف الشيعي والطرف السني، بل داخل الأطراف السنية والكردية والشيعية أيضا. سأعود لك بعد قليل أستاذ شاه، ونرحب بالسيد زيد الساعدي الناشط في التظاهرات معنا عبر الهاتف من بغداد. أهلا بكم أستاذ زيد. بداية، المتظاهرون ما زالوا مصرين على استمرار زخم التظاهرات رغم كل أنواع القمع الحكومي وحملات التشويه، ما هي الرسالة المراد إيصالها من المتظاهرين للسلطة الحاكمة أو للأحزاب الحاكمة؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك ولكادر قناتك وللمستمعين حياك الله.
التظاهرات هي ليست يعني محصوره في وقت معين لتنتهي. لحد الان التظاهرات بعد مستمره لانها تطالب بحقوق مشروعه، ولم يجدوا هناك اي استجابه من الحكومه لتنفيذ هذه المطالب. فاذا لا حتى يعني انا اليوم كنت هناك العصر كانت الجموع تزداد شيئا فشيئا من العصر الى ساعات متاخره من المغرب، الاعداد تزايد وتجمعات شبابيه تشكل مجاميع من المتظاهرين تسوي مسيرات تهتف بها واصرار على البقاء في الساحات الى ان يتحقق تنفيذ المطالب. انا اعتقد الحكومه ليست لها اذان طاغيه لكل هذه المطالب ومشغوله بتشكيل الحكومه الجديده او الكابينه الوزاريه التي لن ترى النور. انا على ما اعتقد لن ترى النور وتظهر على الساحه، لانه ما دام الاحزاب السياسيه تضغط على هذا الرئيس المكلف بتشكيل الكابينه والاحزاب لا زالت تضغط على وان رات النور. يا سيد زيد، وان رات النور، هل ستفرق بالنسبه لكم وجود حكومه من عدمه في ظل رفضكم، رفض المتظاهرين، رفض العراقيين القاطع، لأي شخصية ترشح من قبل هذه الأحزاب أو لأي حكومة تشكل وفق نفس المبادئ ونفس الأسس التي وضعها الاحتلال وأحزاب العملية السياسية؟ لا، ما ممكن تشكل، لأنه تأثيرات الأحزاب بالضغوط على رئيس الوزراء المكلف ما تسمح بتشكيل حكومة. ورئيس الوزراء يعني إذا أراد أن يكلف من خارج الأحزاب السياسية ما توافق، لانه حتما راح تنعرض على البرلمان ما يفوتون ولا ابد. فاذا ما لا ترى النور، انا لم اقول سترى النور، لا ترى النور اي حكومه تشكل بهاي الطريقه. الحكومه اليوم المتظاهرين اليوم يريدون حكومه مستقله عن كل الاحزاب السياسيه. وهذا اللي لا يمكن ان يصير. الاحزاب السياسيه ووجودها في الحكومه ما تعترف بها يعني بهاي المطالب ولا تعترف باي شيء، لانها تخاف على نفسها اذا تشكلت حكومه من خارجها فعلا ستنفذ مطالب المتظاهرين. طيب، ومن مطالب المتظاهرين هي احالتهم الى المحاكم، الفاسدين الى المحاكم، وهم كلهم فاسدين، ما بهم واحد شديد. نعم، ابقى معنا استاذ زيد، سنعود اليك مره اخرى. انتقل بالسؤال للاستاذ شاهو. انت ذكرت ان محمد توفيق علاوي استخدم نظاما جديدا في تشكيل حكومته، دعنا نسميه سيمي محاصصه، فهو يقبل الاحزاب الشيعيه كما هي لكن يطلب من الاخرين ان يكونوا تكنوقراط وان يكونوا مثل ما طلب المتظاهرين يعني. لكن نفهم ان الكتل السنيه لها مطالب والاحزاب الكرديه لها مطالب والاحزاب الشيعيه كذلك لديها مطالب. يعني هل يفهم الشعب العراقي أنه مهما فعل ومهما تكلم ومهما على صوته أنه لن يسمع له من قبل هؤلاء؟ طبعا إلى الآن لم تصل رسالة المتظاهرين إلى الطبقة السياسية، هذا الأمر واضح جدا، لأنه لو وصلت رسالتهم لما كرروا هذا الأمر ولما اختاروا شخص أصلا فاسد وداخل المنظومة السياسية ولديه سوابق ويعني متورط بملفات فساد ليكون الوجه الآخر للحكومة المؤقتة. هذه الحكومة يسمونها حكومة مؤقتة، ولكن هناك قتال تقاتل عجيب بين الأطراف السياسية على المناصب. لماذا؟ إذن هذا يعني يبدو أنها لن تكون مؤقتة، ويبدو أنها وظيفة هذه الحكومة لن تقتصر على التمهيد لانتخابات مبكرة، بل سوف تكون هناك حصص ومناصب وامتيازات. لذلك هذا الأمر يعني يفسر الاختتال الموجود داخل الأحزاب السياسية على المناصب والوزارات داخل هذه الحكومة. إذن لم ينتهي شيء، لم يتغير أي شيء. ما حصل مع حكومة عبد المهدي لما عندما رأينا أنه شخص ضعيف ليس لديه أي كتلة برلمانية تحميه، وبالتالي تم استخدامه كواجهة، وبالنهاية تم التخلص منه بسهولة، يتم تكراره مع علاوي. الآن هذا الشخص شخص ضعيف مهزوز، مهما قالوا أنه تكنوقراط وأنه ابتعد عن الأحزاب الدينية، ولكنه يبقى داخل هذه المنظومة. سوف يتم استخدامه ككبش فداء، يعني سوف يتم استخدامه لهذه الفترة.
إذا تجاوز صلاحياته أو الخطوط المرسومة له سوف يتم التخلص منه مثل عادل عبد المهدي. وما يؤكد أن هذا الشخص لا يمكن التعويل عليه، الآن هو متورط في توزيع الحصص وتوزيع الوزارات، ولم يصرح ولم يطلق تصريحات بخصوص ما يجري من عمليات قتل داخل الشارع. إذن هو أيضا ينتظر إنهاء هذا الحراك الموجود حتى يكون فترة حكمه فترة مستقرة، وبإمكان الأحزاب السياسية أن يعيدوا إنتاج المنظومة التي تضررت بسبب المظاهرات. يعني المتظاهرين يرون أنهم أنجزوا عن طريق إبعاد عادل عبد المهدي، ولكن الأحزاب قامت بإعادة تدوير العملية السياسية بشكل آخر، جلب وجه جديد ولكن وجه كان ماضيه يعني أسودا لا يمكن التعويل عليه. وهذا الوجه الآن ليس فقط يريد ترضية أو إرضاء الأطراف السياسية الداخلية، هذا الوجه أصبح يعني يبحث عن إرضاء أطراف سياسية خارجية أيضا، يعني مثل حزب الله اللبناني وأطراف إيرانية. هذا يدل على أنه توزيع المناصب وتوزيع الوزارات لا يكون بشكل كفاءة بشكل الذي طلبه المتظاهرون، ويستمر المسلسل الذي نحن نراه منذ 2003، وهذا يدفع المتظاهرين طبعا للاستمرار في حراكهم وعدم التخدير، يعني عدم التقبل هذا المسرحية التي يريدون تمريرها على المواطنين. سنعود إليك بعد قليل. أستاذ زيد الساعدي، ما مدى دقة الإحصائيات بشأن أعداد الضحايا في المتظاهرين أو من المتظاهرين وتحديدا المخطوفين التي تعلن عنها مفوضية حقوق الإنسان في العراق برأيكم؟ مفوضية حقوق الإنسان في العراق لا تعلم يعني الأرقام الحقيقية للمختطفين والمغيبين، وهذا يعني مجرد في إعلام فارغ. أنا التقيت بأحد منظمة اسمها موظفي حقوق الإنسان في البصرة قبل فترة، وكنا نسأله يعني عرفونا عليه، قالوا هذا ممثل حقوق الإنسان في البصرة، وبديت اساله قلت له اخي انت وين دور الامم المتحده يعني بمتابعه الامور ومتابعه ما يحصل في البلد؟ قال ما حد مقدم لي طلب. قلت له شنو ما حد مقدم لك طلب؟ انت تحتاج للطلبات ولا انت عليك ان تتصل الحقائق، تذهب للمستشفيات، تذهب الى المناطق المتضرره، تذهب الى وتكتب تقاريرك من خلال مشاهداتك الميدانيه. يعني انت هذا مو كلام شخص يعني هو ممثل لمنظمة أمم متحدة إن كان يعني منظمة حقيقية. فإما أنت يعني غير كفو أو غير مهني، أو أنت تخاف على علاقاتك مع مسؤولي الدولة الحكومة. يعني من امتيازات العلاقات الشخصية. طيب. تخاف عليه. لانه انت واحد من الاثنين، لو انت مو مهني لو انت تخاف على علاقاتك انت يعني تتاثر مع اللي في السلطه. فاتي لو يعني لا امم متحده ولا حقوق انسان ولا اي احد يمثل العالم او الامم المتحده ان ينطق بارقام حقيقيه، سواء كان اكو هناك معتقلين او مختطفين، هم ايش مدريهم هذا قاعد ببيته ويجون يوصلون له رسائل فلان شو فلان شو، لكنه بالحقيقه قاعد تروح افواج، قسم منهم يعني يقتل وقسم منهم يخطف وقسم منهم يغيب وقسم منهم يجون عليه البيت يشيلونه، هاي اصلا ما يدرون بيها ولا يسمعوها، ويمكن انه من تجد لهم هيك وهيك هو ياخذ بس يمكن في حاله حالتين ويلقاها يتركها. نعم. إذا أنا حتى أتعجب يعني. نعم. أبقى معنا أستاذ زيد. أستاذ شاو، بذكر الأستاذ زيد الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان، يعني سؤال، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم العراقي، خصوصا الكثير أدان ما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات باستخدامهم أساليب قمعية لم نعهدها في كل دول العالم؟ طبيعة الحال يعني وظيفة الحكومات هي الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين وحمايتهم، وفي الحقيقة يعني خلال الأشهر الماضية ومنذ الأول من أكتوبر إلى الآن، رغم عمليات القتل والقمع، إلى أن المواطنين التزموا بالسلمية، وهذا الخطاب يعني ظل متماشيا رغم استفزازات السلطة والميليشيات. ولكن الاستجابة الدولية وخاصة من المجتمع الدولي لم يكن بالمعنى المطلوب والضروري الذي كان ينتظره الكثيرون، لأن
هذه الفرصة فرصة المظاهرات كان فرصة لتحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق. نعم. يعني لن يحصلوا على فرصة أخرى مثل هذه الفرصة. الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن نفسها في صراع مع إيران وتقوم بفرض العقوبات الاقتصادية، هذه كانت فرصة كبيرة للتدخل بشكل مباشر ودعم المتظاهرين، وعلى الأقل تشكيل ضغط على الحكومة العراقية للتوقف عن قتل المتظاهرين، لكننا لم نرى هذه الإجراءات، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بل من قبل أيضا الدول الأجنبية التي كانت تصدر بشكل مستمر بيانات، ولكنها كانت تقتصر على بيانات شكلية لم يكن لها تأثير على أرض الواقع. لم نرى عقوبات على الحكومة العراقية بسبب ارتكابها للجرائم. إذن هذه الأطراف الدولية أيضا هي لم تستجب بشكل مطلوب ولم تلتزم بالمعايير الدولية التي تعترف بحق الشعوب في التعبير عن رأيها. أنا أتوقع أن الأطراف الدولية وخاصة المنظمات والأطراف الأخرى لديها مصالح داخل العراق وتنتظر نتيجة المظاهرات، يعني هي أيضا تنتظر أن إما أن ينتصر المتظاهرون أو يتم إخمادها، وهي قد تميل إلى الطرف الحكومي لإخماد التظاهرات حتى تستأنف عملياتها، لأن هذه الأطراف الدولية مهما حاولت، ورأينا ممثلة الأمم المتحدة في العراق مواقفها تشبه مواقف زعيم ميليشيا أو مسؤول حكومي، يعني هي تريد أن تخفف من زخم المتظاهرين وتريد أن يعني تقلل من شأن المظاهرات وتجمل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، وبالتالي لم تستجب بالشكل المطلوب ولم تقم بالخطوات التي كانت عليها أن تقوم بها لدعم المتظاهرين وإنهاء النفوذ الإيراني وتحجيمه، وأيضا بداية خلق منظومة ديمقراطية مدنية جديدة في العراق. طيب، في سؤال الأخير لك يا سيد زيد الساعدي، يعني الآن الدعوات لمليونية يوم الثلاثاء القادم، والمرحلة القادمة هي دعوة من لجنة المنظمة للتظاهرات ل دخول المنطقة الخضراء، ترويج واسع لهذا الخطاب ولهذا الشعار، كيف تستعدون له أيها المتظاهرون؟ يعني المتظاهرين ما يعني هي شوف المليونية شنو المليونية؟ متظاهرين لا زالت تزداد أعدادهم، وصح أنه نتيجة ضغوط الحكومة عليهم خفت شوية قلت الدفنة خصوصا وقت الليل، لأنه عمليات القمع والترهيب والخطف هي كلها تصير بالليل، لكنه تجي تشوف تشاهد أنه ساحات التظاهر تمتلئ من جديد قريب، يعني ما بعد الظهر تبدي الناس تطلع من الدوائر الحكومية من الدوام وترجع تجي لساحات التظاهر. ليس هناك أي مانع، يعني بالعكس المانع الحكومي للمتظاهرين موجود، لا زالت الضغوط مستمرة. يعني أنت أنا اليوم ألاحظ أعداد ما يسمى بالقوات الأمنية في الشارع أكثر من الأيام السابقة. اليوم نازلين حتى أعتقد من الأحزاب نازلين مجاميع كلش كبيرة نزلت أيضا إلى ساحات الإثمة وتستخدم مكبرات الصوت وتهتز، يعني تتكلم بالمناسبة أعتقد الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر الشهيد الثاني. يعني دخول يعني حتى عناصر مدسوسة من الأحزاب الباقية هي متواجدة هناك ليست للرقاب وإنما لانتهاز الفرص حتى يعني تنتقم من المتظاهرين السلميين اللي هم ما عندهم ارتباط بالسلم بالأحزاب. لا ماكو، أنا الأخ زميلي اللي يتحدث يقول يعني ينتظرون، هو ما نعتقد هذه الفترة هي فترة تسويف، يحاولون يراهنون على طول الفترة الزمنية راح يصير ملل راح يصير انسحاب. اليوم أنا بالعكس شفت العكس، أنه ده يحصل أنه الناس تجي تدخل الساحات، وأكو من كان يخاف من بطش الميليشيات، اليوم لا شوية مفتوحين أكثر، اجت الناس بأعداد كبيرة وصلت إلى ساحة التحرير وشاركت في التظاهرات. شكرا لك يا سيد زيد الساعدي الناشط في التظاهرات، كنت معنا من بغداد، وكذلك نشكر الأستاذ شاول قرداغي الكاتب والباحث السياسي معنا في الاستوديو.